مجلس الشباب الإعلامي طبعا هي إحدى المبادرات اللي أطلقها المجلس الوطني للإعلام، وكانت الفكرة هذه ناتجة من خلال نحن عملنا في يونيو الماضي من سنة 2017 دراسة بالتنسيق مع مركز جامعة الإمارات للسياسات العامة والقيادة. كان هدف الدراسة هذه أيضا أن نتعرف عن قرب عن مصادر الشباب للحصول على المعلومات والأخبار. مثل ما أنتم عارفين والجمهور عارف، اليوم في زمن الإعلام الرقمي ومصادر المعلومات، الشباب أصبح لهم توجه مختلف عن الحقبة السابقة من عملية قراءة الصحف أو الاستماع للتلفزيون والراديو، وهذا شيء طبعا متوقع على مستوى العالم أن الإعلام الرقمي بدأ يأخذ منحى آخر خاصة مع فئة الشباب. ومن خلال الدراسة هذه نحن اكتشفنا أيضا هناك مخرجات جدا يعني تهمنا نحن كقطاع إعلامي داخل الدولة، أن الشباب لهم توجهات، لهم منصات معينة يتابعونها من ناحية الحصول على الأخبار، وأيضا عندهم أفكار مختلفة عن الإعلام التقليدي المعهود اللي كنا نحن نعرفه على مر السنين هذه. ومن ذلك نحن قررنا أن يكون هناك مجلس للشباب الإعلامي. هذا طبعا المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الجامعات والمؤسسات. أردنا أن يكون لهؤلاء الشباب منصة من خلالها يتواصلون مع المجلس الوطني للإعلام، يزودون بأفكارهم، بمقترحاتهم، أطروحاتهم في قضايا قد تهم الشباب اليوم نحن مش منتبهي لها، قضايا سياسية، قضايا إخبارية، اقتصادية، تحليلية، وأيضا كيف أن نحن نقدر نواكب في مسيرتنا كمؤسسات إعلامية داخل الدولة في تطلعات الشباب للحصول على هذه الأخبار بطريقة تتوائم أيضا مع تطلعاتهم من الناحية الإخراجية، كانت أخبار مصورة وفيديوهات وإلى آخره. المجلس هذا نحن اليوم راح يكون مكون من 12 شخص أو من 12 شاب وشابة. فتحنا باب التسجيل لكافة الشباب من خلال التواصل مع الجامعات والمؤسسات، أيضا وزارة الشباب، والشكر موصول لمعالي شم المزروعي وفريق عملها أيضا أنهم هم شريك أساسي في هذه المرحلة. أن هؤلاء الشباب لهم من لديه الرغبة ولديه الشغف بالإعلام وتطوير المحتوى الإعلامي في الدولة أن يقدم لنا سيرته الذاتية ويعطينا نبذة أيضا عن ليش هو ممكن يكون عضو فاعل في هذا المجلس. وراح نختار إن شاء الله حوالي 12 شخص على مستوى الدولة